لكم نعطيك تشوفوا نعطيك تشوفوا بمعي لكم المراسلات اللي جاوا مباشرة من بعد كي سميتوا احترام الغلاف الزمني مباشرة من بعد بحال هذه كانت في مارس آخر مارس بداو الرسائل كيدور هذه نجيبهم لك وشوفيهم ولكن رسائل انونيم علاش حنا علاش مسؤولين شوف حنا ما معاش كاع الربح ربما الانسان اللي ما بغاش المسائل تصفى لا يقدر يخدم هذا لا تحس واحد يتريت راه حنا ناس التربيه وناس حنا من بغينا نكتبوا رساله غادي نكتبوها رسميا وغادي نحطوها ابن غادي ما نكتبها كتبناها لك رسميا ولا ما يمكنش على كل يا كان هنا في الاجتماع معاكم انتم وكانوا كاع اعضاء الجمعيه كلشي كانوا حضروا وقلنا لكم اودي ها المشكل اللي راه كاين ها الامور اللي كاينه باش نديروا وفيها موراها باش تحترم الغلاف الزمني ولكن مباشره بداو كيقولوا لان الهضره اللي تقالت في هذوك النفر غادي نعطيهم الكراسي تشوفوا الهضره اللي تقالت ما يقولها غير واحد اللي من الناس ماشي ماشي بالضروري حنا على كل ماشي بالضروري على كل انا طلعت منكم انت ترى الى من بالله انا اقسم بالله ما كتبت حتى رساله بهذه من الاخوات ما كتبتش شوف لان ما يمكنش غادي نمشيو نقولوا واحد احنا طلبنا منكم رئيسك انا بعدا عندي مده معكم طويله كنحترمكم وكنحشم حتى نهضر معاكم قلت لكم تدخلوا غير تدخلوا الا كاين شي مشكل يتوضع فوق الطابله ما يمكنش انا مشيت لشي ربعه ولا خمسه ديال التكوينه والمنتديات شي سته ولا سبعه ارجع شويه خلي هاد غير حنا بعاد على الترونسبور دابا راه نهضروا على حاجه ما كان دخلوا واحد شويه قلعت هاد الحزازه اللي راه عندك معانا لا شوف حيدها وفكر بلا